ندخل في التفاصيل على طول ونبدا من عند النادي الاهلي. احيا مجلس اداره النادي الاهلي طبعا ذكرى رحيل ال 72 مشجع من القلعه الحمراء اليوم، وكمان يعني حضراتكم عارفين دي ذكرى مسوئيه في تاريخ النادي الاهلي كما نشاهد على الشاشه الان. تواجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الى النصب التذكاري في مقر النادي الاهلي بالجزيره ووضعوا باقات الورود. زي ما شايفين متواجد الكابتن محمود الخطيب وكمان اعضاء مجلس الاداره زي كابتن حسام غالي والاستاذ محمد الضماطي والمهندس محمد سراج وكمان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وكمان كابتن خالد بيبو مدير الكره بالفريق الاول وكمان كوادر اداريه من مختلف ادارات النادي الاهلي والنجوم المختلفه للعبات.